بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة المركز الإعلامي للمحقق الصرخي دام غله في حلقة جديدة من حلقات برنامج وقفات. في هذه الحلقة من هذا البرنامج سنتكلم عن قول الإمام الحسين بن علي عليهما السلام ورسالته إلى بني هاشم وإلى أخيه محمد بن الحنفية قبل خروجه من مكة إلى العراق إلى كربلاء، حيث قال: أما بعد، فإن من لحق بي منكم فقد استشهد، ومن لم يلحق لم يدرك الفتح والسلام. هنا نتساءل، الحسين سلام الله تعالى عليه يقول: الذي يلحق بي يستشهد، والذي لم يلحق لم يدرك الفتح، فهل هناك تناقض في قول الإمام الحسين عليه السلام، حيث إن الذي يلحق يقتل أو يستشهد، والذي لم يلحق لم يدرك الفتح؟ أي فتح يقصده الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وهو يقول: الذي يلحق بي يستشهد، والذي لم يلحق بي لم يدرك الفتح؟ أولا نقول إن الفتح الذي يقصده الإمام الحسين بن علي عليهما السلام ليس فتحا دنيويا عسكريا، والدليل أنه يقول: إنني سائر وأصحابي وأنصاري وأهل بيتي إلى حتفي، إني سأستشهد سأقتل، وهو يعلم بذلك، وكما دل على ذلك الكثير من مخاطباته مع أصحابه ومع صحابة رسول الله. ثانيا إن الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه يقصد الفتح الدنيوي الأخروي، حيث إن الذين واجهوه في كربلاء انتصروا عسكريا لكنهم خسروا دينيا وأخلاقيا وقيميا من ناحية سقوط القيم والمبادئ والأخلاق، بينما الحسين بن علي انتصر أو خسر عسكريا لكنه انتصر دينيا وأخرويا، بحيث ركز وثبت المبادئ والقيم والدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا، وهو القائل: إن لم يستقم دين جدي إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. وحيث يثبت ذلك الإمام علي بن الحسين السجاد عليه السلام، الذي عندما جاء بعد معركة كربلاء ناداه أحدهم فقال: يا علي، من المنتصر؟ فالتفت إليه الإمام السجاد وقال: إن حان وقت الصلاة أذن وأقم ستعرف من المنتصر. وهنا يثبت لدينا أن الانتصار الذي أراده الحسين هو انتصار ديني، انتصار بتثبيت دين الله ودين رسوله، الذي لولا تضحيته وتضحية أهل بيته وأصحابه لما ثبت الدين، ولا أصبحنا كما يفعل يزيد خليفة الأمويين نشرب الشراب ونلعب بالكلاب كما يقول الحسين ابن علي عليهما السلام. جانب آخر، الحسين عندما سقط في كربلاء قال: في هذه الأرض مصرعي، ومن هنا يكون الفتح. وهنا يثبت أن هناك ارتباط وثيق بين ثورة الإمام الحسين وبين الدولة المهدوية العادلة للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه. وربما يقول أحدهم: نحن نؤمن بالانتصار الآن، لكن نقول لهم: في القرآن الكريم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. القرطبي هنا عندما يفسر هذه الآية القرآنية ماذا يقول؟ يقول: إن الله نصر أمة عيسى والحواريين بأمة محمد بأن أصبحت ظاهرة على باقي الدين. وهذا يثبت أن القرطبي، وهو إمام من أئمة المنهج التيمي، يؤمن بالانتصار الزمني، أي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء بعد عيسى سلام الله تعالى عليه بأكثر من 500 عام، أي أنه آمن بالانتصار الزمني. وهنا عليهم أيضا أن يؤمنوا كما آمنوا بانتصار أمة محمد، أن يؤمنوا بالانتصار للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، الانتصار الزمني، وهو مرتبط بالانتصار لثورة الإمام الحسين ولو جاء بعد 1200 سنة أو أكثر من ذلك. وهنا يثبت أن لا تناقض في قول الإمام الحسين: من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق لم يدرك الفتح. نسأل الله تعالى
أن نكون من أهل الفتح مع دولة الإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، حفيد الإمام الحسين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين.